بعض رواد السوشيال ميديا تداولوا خلال الأيام اللي فاتت صور لسقوط شهب بكثافة من السماء، وربطوا ما بين هذه الزخات من الشهب المتساقطة اللي وصلت لحوالي 20 شهاب في الساعة الواحدة مع ارتفاع درجات الحرارة. طبعا سقوط الشهب هي ظاهرة كونية معروفة، وسقوط زخات الشهب كمان بيكون لها تأثير كبير وليها يعني تداعيات مختلفة كمان منه. خلينا نعرف التفاصيل وازاي ممكن تؤثر الظاهرة دي على الطقس وعلى البيئة، وهل فعلا لها تأثير مباشر ولا لا. ده اللي هنعرفه من الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى ودكتور محمد وعلى المشاهدين جميعا ان شاء الله. اهلا وسهلا دكتور. لما نيجي نتكلم عن طبيعه الظاهره اللي شفناها واللي لقينا كتير من رواد السوشيال ميديا عمالين يتداولوا صور واحنا مش عارفين التفاصيل بتاعتها، ممكن من فضلك تشرح لنا تفاصيل؟ هو حضرتك شهب الدلويات اللي هي كانت 28 و29 يوليو دي 20 شهاب في الساعه، يعني حاجه كلام فارغ يعني. غير كده الشهب، يعني ايه شهب؟ شهب الأرض لما بتلف حوالين الشمس بتتعرض لبعض المناطق اللي فيها بقايا غبار المذنبات والكويكبات. فده الظاهرة دي بتحصل بقالها 30 سنة. طب اشمعنى أثرت على الطقس السنة دي وما أثرتش السنة اللي فاتت؟ حضرتك إذا كان في شهب الدلويات 28 و29 7 هنلاقي نفس الميعاد السنة الجاية إن شاء الله نفس الشهب موجود. ملهاش علاقة لا بدرجة حرارة ولا لها علاقة بالطقس ولا بتأثر على الأرض، هي مجرد ظاهرة جميلة. جميل. الواحد بيتفرج على الألعاب النارية اللي موجودة في السماء. قاعدين بنتفرج على السوشيال ميديا ونقول أي كلام وخلاص. حضرتك يوم 12/8 بمناسبة الكلام 12 أغسطس هيبقى عندنا شهب، ذروة شهب البرشويات، ومن دي 100 شهاب في الساعة. يعني قد الثانية 5 مرات. جميل. وهيبقى عندنا من شهر 9 بقى لغايه شهر 12 شهب كتير موجود. الشهب بتحدث زي ما قلت كل عام في نفس الميعاد لان هي بتعترض مدار دوران الارض حوالين الشمس. فاذا كانت الشهب دي بتحصل 12 اغسطس السنه الجايه هنلاقيها 12 اغسطس، لو بتحصل 28 و29 يوليو هنلاقيها نفس السنه الجايه في نفس الميعاد بتحصل. طب ما انا بقى بدل ما اربط الشهب وسقوطها، ودي عباره عن ذرات غبار مش حاجه كبيره يعني ولا اجسام كبيره، بدل ما اربط الشهب بتغير درجات الحراره احنا في ذروه النشاط الشمسي. حضرتك لو رجعت سنتين كده هتلاقي ان انا صرحت ان احنا 2025 ذروه النشاط الشمسي. الشمس بتقعد 11 سنه نشاطها بيبقى قليل، بعد كده بيزيد لغايه ما يوصل للذروه، وبعد كده بيبتدي يقل تاني. فاحنا السنه دي والسنه الجايه في ذروه النشاط الشمسي. يعني ايه ذروه النشاط الشمسي؟ يعني في انفجارات كتير على الشمس، في بقع شمسيه اكتر، الحاجات دي بتعمل عواصف مغناطيسيه، بتعمل نشاط كتير مش هياثر على الارض ولا هياثر على اي حاجه عندنا، بس كل اللي بياثر عليه ممكن زياده درجات الحراره. حتى ولو كانت الارصاد الجويه ما لقتش اي تغير ما بين ذروه النشاط الشمسي وبدايه النشاط الشمسي، بس احنا كفلكيين ممكن نتقبل ان الانفجارات والنشاط الشمسي اللي بيحدث في الشمس ممكن ياثر على درجات الحراره على الارض. طيب احنا شايفين مع حضرتك على الهواء دلوقتي صور يعني فيها منظر جمالي، مشهد جمالي طبعا لكل عين او بيتابع هذه الشهب. سؤال لحضرتك بقى هنا فلكيا، ازاي بيتم التنبؤ بهذه الشهب؟ وهل زي ما حضرتك قلت يعني في ذروه النشاط الشمسي هل في ظواهر فلكيه اخرى غير سقوط هذه الزخات من الشهب ممكن كمان متابعتها خلال الفتره اللي جايه؟ لا حضرتك مربوطش ما بين النشاط الشمسي وما بين الشهب. الشهب الارض بتلف حوالين الشمس في اماكن معينه عدت فيها قبل كده زي مذنب هالي. فلما بيجي مذنب هالي بيترك بعض الصخور البسيطه خالص وذرات الغبار، كان حضرتك ماشي في طريق رملي وطريق مسفلت. فالارض لما تبقى ماشيه في طريق كويس مسفلت ما بتنزلش الشهب ده، هي لما بتيجي في مكان في بقايا غبار وبقايا صخور بتجتذب هذه الصخور كانها بتنظف المجموعه الشمسيه من الحاجات اللي هي ما بين الكواكب وما بين الكويكبات والحاجات اللي زي كده. فده بالنسبه للشهب، الشهب بتنزل كل سنه في نفس الميعاد لان دي اماكن عبور المذنبات حتى لو عدت من 20-30 سنه، عشان كده بلاقيها في كل سنه في مواعيد ثابته في نفس الميعاد ثابت بيتكرر كل سنه. ثابت بيتكرر كل سنه، ملوش علاقه ولا بنشاط شمسي ولا درجات حراره على الارض ولا اي حاجه زي كده. تمام. ذروه النشاط الشمسي زي ما قلت لحضرتك الشمس ليها دوره بسيطه كل 11 سنه. بتبقى هاديه
وبعد ما تبقى هادي ما بنحسش بدرجات حراره عاليه ولا عواصف مغناطيسيه ولا اي حاجه زي كده، وبعد كده تبتدي النشاط بتاعها يزيد، وبالله عدد البقع الشمسيه بيزيد، وبعد ما بيزيد عدد البقع الشمسيه بتوصل للذروه، وبعد الذروه بتبتدي يقل نشاطها تاني. دي حاجه طبيعيه ربنا خالقها بيها، ان هي النشاط كل 11 سنه بيبان الدوره بتاعتها، ودي بيبان في حلقات الشجر وبيبان في الارصاد بتاعتنا وارصاد العواصف المغناطيسيه اللي بتحصل، قد تؤثر على الاتصالات او على بعض الاقمار الصناعيه، لكن هي مش هتاثر على الارض. تمام. ولا هتدمر اي حاجه على الارض. تمام. طيب دكتور، حضرتك اتكلمت عن ان بتبقى الميعاد ثابت كل سنه، ولو هي حصلت في ميعاد معين الشهر ده في السنه دي، السنه الجايه في نفس الشهر في نفس السنه او يعني في نفس التوقيت هتحصل زيها بالظبط. احنا بنعلن قبلها بقد ايه عشان كل محبي المتابعه يقدروا يشوفوا ويتابعوا من الاماكن العاديه ولا يجوا المرصد؟ حضرتك سنويا الحاجات دي معلنه، يعني لو كتبت الشهب 2024 من بدايه السنه هنلاقي ان احنا اعلنا، الهواء اعلنوا، العالم كله اعلن. في حاجه اسمها الدليل الفلكي، المرصد بيحطه على صفحه المعهد. الدليل الفلكي ده بيبقى فيه كل الاقترانات وكل الظواهر الفلكيه قبلها بسنه. يعني احنا بنطلعها في بدايه 24 و2025 وبنعمل محاضرات والكلام ده كله. الشهب مش محتاجه ان حضرتك تيجي المرصد. الشهب اي مكان مظلم بعيد عن العمران هتشوف الشهب ديت، هتبقى كويسه جدا. يعني لو حد مثلا في العاصمه الاداريه الجديده في مكان مظلم على والناس مسافره رايحه تحضر مهرجان العالمين تقدر تشوف بتبان الشهب بطريقه جميله جدا وبتجتذب الناس. فالشهب دي من الظواهر الجميله. برضو في ثلاث ظواهر جميله هيحصلوا 18/9 و17/10 و15/11، دي القمر العملاق. القمر العملاق ده ايه بقى يا فندم؟ القمر العملاق ان القمر لما بيقرب من الارض بيبان حجمه ممكن اكبر من حجمه الطبيعي، ممكن ب 50-60%. فبيبان القمر على انه عملاق وبيبان ان هو قريب من الارض. فالقمر العملاق بيبقى ظاهره جميله برضو الناس بتحب تتفرج عليها، ان بنلاقي القمر ساعات البدر بيبقى قد الحجم الطبيعي بتاعه، ممكن يبقى مره ونص. ده يوم 18/9 و18/9 برضه هيبقى فيه خسوف للقمر في الفجر، والذروه بتاعته هتبقى الساعه 6 الا ربع، هيبتدي تقريبا من 5 او 12 دقيقه بتوقيت مصر. والذروه بتاعته هتبقى 6 الا ربع. في 18/9 هيبقى عندنا خسوف للقمر الفجر، وهيبقى عندنا القمر العملاق هنقدر نشوفه، حتى ممكن نشوفه في الظهر او في العصر، ان ده بيبقى ايام البدر. ممكن تشوف القمر مع الشمس بس بيبقى فوق راسك تقريبا، مش مع الشمس جنبها على طول يعني. ففي ظواهر فلكيه كتيره ان شاء الله لغايه شهر 12 اللي جاي، منها الشهب، منها القمر العملاق، منها الخسوف للقمر في 18 سبتمبر. حضرتك هتكون موجود معانا الفتره اللي جايه ان شاء الله في كل ظاهره نقدر نحاول نعرف الناس ونتعرف احنا كمان مع حضرتك. الدكتور اشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، شكرا جزيلا لحضرتك.